صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم مئه وواحد وعشرين لسنه الفين واحدى وعشرين بالتصديق على الاتفاق بين وزارة الخارجية بمملكة البحرين ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي وجاء في المرسوم صدق على الاتفاق بين وزارة الخارجية بمملكة البحرين ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي الموقع في مدينه المنامة بتاريخ 17 من نوفمبر لعام 2021 والمرافق لهذا المرسوم